يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول إنه لا يجوز لعن اليهود والنصارى، وما حكم لعن الله لعنهم؟ الله لعنهم، لكن إن الإنسان يشتغل بلعن اليهود والنصارى هذا ليس فيه عبادة، الله لعنهم يكفي، إلا إذا كان هذا لسبب تريد أن تحذر من فعل اليهود، تقول لعنة الله على اليهود فعلوا كذا وكذا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، بين السبب، قبور أنبيائهم مساجد، فإذا كانت اللعنة مربوطة بعمل من أعمالهم الخبيثة فلا بأس بذلك. نعم.